نحط نظام نمشي عليه. اول حاجه نعمل صامت، طب الموبايل من دفعه 10 جنيه، 10 جنيه، ولو من خدام ندفعه 50. ما لا، من خدام الاجتماع، ولو حد من الاباء اللي كانوا تصابونا، 100 جنيه لو الموبايل قدسك رن. ماشي، انا عارف ان قدسك ساب في المكتب، برافو عليك، اتفقنا. طيب ده النظام الاولاني. طب النظام الثاني اللي تشوفه بيتكلم مع زميله كل واحد 10 جنيه، اتفقنا. لسه بنقول يا هادي اهو، فاول ما هنرش من الصليب هنبتدي نطبق النظام. اوكي، انا سعيد ان انا موجود في وسطيكم بالامانه. كنيسه كبيره، مش في الحجم فقط ولكن ايضا في الخدمه، وليكم تاريخ طويل. تاريخكم هي بركه الست العذراء الزهور هنا، فدي حاجه عظيمه تفتخروا بيها، ولابد ان نكون على قدر مسؤوليه ان الكنيسه بتاعتنا كنيسه كبيره. يا مس معاكي فلوس مش عايزاها؟ لو معاكي فلوس مش عايزاها عنينا، مفيش مشاكل. لسه الامين الاجتماعي بيقول لي الصندوق فاضي، نملاه ما يهمكش. مش الصليب ده التدريب بتاعنا. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حللنا يا قدس ابونا. احنا النهارده بنتكلم على حاجه اسمها الفكر المسياني في شخصيه يوسف الصديق. ايه قصه الفكر المسياني دي؟ مين يعرف الموضوع ده؟ عنده فكره عنه يرفع ايده فوق. طيب يعني عدد يعني نشرح من اول، مننزل تحت شويه. بص، كلمه المسيح معناها المسيح، وده اللي منتظرين اليهود لغايه دلوقتي. والمسيح جه وهم بينكروا ان هم ده اللي كانوا منتظرينه. يجي عندنا بعض الشهيره الموجوده في انجيل معلمنا يوحنا، لما يكلموا نسنائيل وفيلبس يقولوا له قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح. وجدنا يعني انتوا بتدوروا عليه؟ ومنتظرينه؟ ويجي في حياه السيد المسيح مع المرأة السامرية تقول له أنا أعلم أن مسيا يأتي، ولما يجي هيقول لنا على كل حاجة. يبقى المسيا معناها المسيح، وهو اللي هيقدر يكون كاشف كل الأفكار وكل ما هو موجود في داخل الإنسان. وده اللي عمله في مع المرأة السامرية، كان لك 5 أزواج واللي عايش معاك دلوقتي مش إيه؟ وصلت. ايه بقى قصة المسيح؟ قصة دي تبدأ من أيام سفر التكوين. من سفر التكوين لما سقط آدم وحواء، والاتنين خدوا عقوبة الحية. العقوبة بتاعته كانت بعرق جبينك تأكل خبزا وتعب اللي موجود الحية بطنك تسعينا، تراب الارض تاكلينا. وبعد كده راح مدي ده شرير خالص ده. وبعد كده راح مدي في داخل العقوبه الوعد بالخلاص. اللي هي قدس ابونا لما بيصلي القداس الغرغوري بيقول لربنا حولت لي العقوبه خلاصا. طيب ممكن المس تدفع 10 جنيه بعد اذنك، ونصيحه مني قومي من جنبها، انت بتحبيها وطول ما انت قاعده جنبها تفضلوا تتكلموا، اشكرك يا سلام، بس هتدفع برضه. ماشي اوكي. فانتظرت البشريه مجيء مين؟ نسل المراه اللي هيسحق راس الحيه. انتظرته قد ايه؟ 5500 سنه. الاباء بيقدروا من فترة الوعد ده لغاية مجيء السيد المسيح ما يقرب من 5500 سنة، وبنقولها حتى في المديحة بتاعت عيد ميلاد. خلصوا المزمور الأخير واخدين بالكم بتاع التوزيع، يقولوا في المديحة إن البشرية انتظرت 5500 إيه سنة عشان يجي المسيح. إيه مواصفاته؟ كان من الصعب إن المسيح يجي على طول، كان لازم الأول يحصل نوع من أنواع التمهيد،
شايف الناس القداسية، يعني إزاي يكون مجيء المسيح. فبدأ يشرح لهم مجيء المسيح بأمور كتيرة، زي إنه يبقى في شخصيات موجودة في العهد القديم، الشخصية دي المسيح هيبقى، خدوا بالكم، جزء من المسيح، شكل، تصرفات، الأعمال، الاحتمال إلى آخره. أعظم شخصية كانت بتشير إلى شخصية المسيح، ممكن الاثنين الخادمات اللي ورا، لا كل واحد بعد حضراتكم، بعد إذن حضرتك أمين تفضل يحصل على طول. وماله، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ ادفع بدلها، ما دي فكرة الفداء، ادفع بدلها. معلش، نحن لا ادفع للي يعجبك بقى، خدامك وانت حر. نحن الذين أخطأنا، ها، هو الذي ايه دفع الديون عنا. اهو عقيدة دي ولا مش عقيدة؟ يا خدام يا متنورين يا متعلمين، ماشي، عملي، عقيدة عملي. مين تاني عايز يدفع؟ اشكركم. اعظم شخصية لما تشوفها تقول المسيح على طول، شخصية مين؟ اسحاق، برافو عليك. ولاجل هذا وضعت الكنيسة بذكاء اسم ذبح اسحاق يوم خميس العهد. ليه؟ لان التاني يوم هنشوف الابن بيقدم، الاب بيقدم ابنه ذبيحة على عود الصليب، زي ما ابونا ابراهيم قدم اسحاق، واخدين بالكم، وميله كحطب المرة، اشارة الى المسيح اللي حمل ايه؟ خشبة الصليب. لكن انا مش جاي اكلمكم عن اسحاق، انتوا شاطرين، جاي اكلمكم عن شخصية مين؟ يوسف. تعالوا بقى ناخد في شخصية يوسف. الكورس ده بيتدرس في الكلية الكليريكية، وانتوا مش اقل من الناس اللي بيدرسوا هناك، انتم شاطرين. واقول لكم الكلمة اللي قال القديس بولس الرسول لناس كتيرة جدا: انا عارف ان ايمانكم ينادى به في جميع الاماكن. ده حقيقي، وانا بفتخر جدا بكنيسة العذراء هنا، من الكنائس الغالية على قلبي. يعني سنة 73 كنت أنا طفل صغير، كنت باجي هنا وأشوف كل الحاجات الجميلة اللي كانت متبقية من ظهور الست العذراء. الكنيسة الصغيرة دي تشهد إنه كان ناس جايين على كراسي متحركة، قاموا على رجليهم وسابوا الكرسي، وكانوا عاملين نشنكل متعلق، واخدين بالكم، على الحيطة، وكاتبين المعجزة موجودة فوقيه. أنا فاكر هذا الكلام. تفتخروا بالكلام اللي الكنيسه الست العذراء بركتها. قبل بس ما ناخد الفكر المسياني في شخصيه يوسف، عايز اقول لك انه مفيش حد شبه المسيح بنسبه 100%. ليه؟ لانه بكل بساطه محدود. يوسف محدود، اسحاق محدود، المسيح غير محدود، وليس له هفوه. من منكم يبكتني على ايه؟ خطية. دي اول معلومة. عشان كده مش هتشوف شخصية تطابق على المسيح تطابق تام، لان القاعدة اللي موجودة لحطنا قديس بولس الرسول ان الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله. الجميع، ليس من يعمل صلاحا ولا واحد نقطة. وبالتالي المسيح، لو عملنا بقى المقارنة، جينا عند الحتة اللي زي دي، ده لوحده بقى اللي يتقال عليه كلمة قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من الإيه؟ من السماوات. إذن القاعدة تبقى موجودة في دماغي، ما فيش حد شبه المسيح perfect 100%. ماشي؟ طيب نخش بقى على الشغل بتاعنا. الفكر المسياني جه في شخصية يوسف بدرجة عجيبة جدا، زي إسحاق، وما يقلش عن إسحاق حاجة، لأنه خد الموضوع بشكل تاني. خد شخصية يوسف وتطابقها مع السيد المسيح من منظور قضية الألم. مين فينا احتمل زي يوسف؟ حدش منكم يقدر يعني ايه كلمة ان الانسان يبقى عبد. العبد ده يصحى الصبح سيده يديله الطريحة كل يوم. الطريحة ده مصطلح بين العمال على التاسكس، المهام اللي المفروض العبد ده يعملها يوميا. وبعد ما يخلص محدش بيقول له شكرا، ده واجب عليك.
ودي الكلمة اللي قالها السيد المسيح، مهما فعلتم فقولوا نحن عبيد بطالون، يدوبك عملنا اللي مطلوب مننا. وصلت؟ محدش فينا داء السجن وداخل السجن ظلم بتهمة لا أخلاقية، لا صعبة كمان، تهمة صعبة كمان. إذن لما تشوف يوسف هتشوف المسيح، هتشوف المسيح اللي احتمل كل هذه الآلام ولم يفتح فاه. برافو عليك، يوسف عمل كده برضو، هي فلتت من يوسف مرة واحدة بس، هنشوفها سوا احنا ماشيين مع بعض. طيب بالظبط كده، برافو عليك، انتوا شاطرين. ازاي احتمل الرب يسوع كل هذه الآلام؟ تقول لي ده ربنا يا عم، انا مالي، واخد بالك؟ ارد عليك واقول لك ليه. هو ما كانش انسان كامل؟ انت ناسي الحتة دي. كانت انسانية الرب يسوع المسيح كاملة، شابهنا في كل شيء. يعني لو انت بتتألم المسيح تألم، لو ألمك جسدية المسيح داق على عود الصليب ألم لا يحتملها بشر. ده لو دبوس اتشك في جسمك بيجيلك صداع، صداع. لو جرح قطعي تفضل رايح جاي واخدين بالكم على المستشفى عشان خاطر اللي يخيط واللي يعمل ونغير عليه ومش عارف ايه وبتاعه كلام من ده. ما بالك بمسامير طولها ما يقرب من حوالي 20 ل 30 سم اترشقت في جسمك. لو بتتكلم آلام نفسية، مفيش أصعب من الآلام اللي شافها السيد المسيح لما في ليلة القبض عليه كل واحد طلع يجري، ومنهم واحد خان، ومنهم واحد باع، ومنهم واحد أنكر. وصلت؟ فإن كنت هتتكلم على كل الكلام ده كله، لا، المسيح كان بيشعر بشعور المتألمين لأنه انطبق عليه قول الكتاب. بص خد بالك فين شعور المتألمين دي. ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا الثلاثة المعتبرين وابتدأ يدهش ويكتئب. يعني يدهش؟ برافو عليك، برافو عليك. عارفين لما واحد يعيط يشهى، واخدين بالكم؟ مسيح كان البكاء بتاعه كان بالمنظر ده، لدرجة انه وصل الى مرحلة الاكتئاب. لكن اكتئاب المسيح ما كانش نيجاتيف، كان بوزيتيف. ايه هو الاكتئاب النيجاتيف؟ ان الانسان يتقوقع على نفسه ويخش في امور صعبة جدا نفسية. المسيح كان اكتئابه بوزيتيف لانه كان في وقت الاكتئاب كان بيصلي. برافو، ودي معلومة. وقت ما تلاقي الدنيا تقلت عليك وقف صلي، صدقني بعد ما تخلص الصلاة ودموعك تنزل هتلاقي نفسك عصبك هديت، الدنيا بالنسبة لك بقت كويسة. تقال عن المسيح كمان، خد بالك، لأنه فيما هو تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. لألا حد يقول هو مش حاسس بينا. تعرفين الإلحاد المعاصر عبارة عن إيه؟ أبانا الذي في السماوات ابقى فيها، أنت مش حاسس بينا. لا، كنت عايز تعرف إذا كان المسيح حاسس بيك ولا لا، بص على الصليب. من الآخر كده شوف مين اللي احتمل كل الكلام ده عشانك. تعالوا نشوف بقى يوسف هل فعلا اتألم زي سيده. قبل كده كنت بدرس لهم شخصية موسى، الفكر الميسياني في شخصية موسى النبي. موسى النبي كل حياته كانت عن نجاحات، ضربات العشرة وموسى بيكبر في عينين مين؟ الشعب المصري على الأقل، واخد بالك؟ مش هقول لك شعبه بس، لا، الشعب المصري كانوا بدأوا يخافوا منه. الصحراء راحوا قالوا الفرعون عند سن معينة خد بالك ده أصبع الله، وجم في مرة قالوا الفرعون هو أنت مش واخد بالك إن مصر خربت؟ بلاش العند اللي أنت موجود فيه ده، واخدين بالكم؟ فحياة موسى كلها كانت جبارة لدرجة انه اصبح مكرم عند شعبه ومخوف جدا عند فرعون وشعب المصريين، وبالذات فترة الضربات العشر طبعا بقوة مين؟ ربنا. يوسف ما كانش فيه نجاحات، كل البداية كانت صعبة صعبة صعبة، من سيء الى ايه؟ الى اسوأ، وانت نازل لغاية البير ممكن بعد كده يوصل لفرعون. لكن في الهاي ده يوسف مرارة البعد عن ابوه، إن الأب هو مصدر الأمان
مرارة الخيانة. زي مين؟ زي المسيح. ورؤية الموت عن قرب لما رموه في البير، كانش ناوي يطلع. على فكرة قبل البير صاحب الأحلام جه هلما نقتله. رؤوبين هو اللي لحقوا من إيديهم بالضبط. زقرت العبودية وإنه يتهم بتهمة لا أخلاقية بشعة بل ومرارة السجن وهو البريء. كل دي طبعا دي عبارة عن صورة مصغرة لألام السيد المسيح اللي كابت كل هذه الألام، ولكن بشكل أصعب كمان من يوسف. كان يوسف صورة قديمة بس واضحة للرب المجد يسوع المسيح. تعال ناخدهم مع بعض. أنا هسيب لكم الباوربوينت، ما تشغلوش دماغكم بأن احنا موجود معاكم مع الأستاذ عماد. يعني يوسف كان الابن المحبوب لأبيه، يقول لك وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته، فصنع قميصا ملونا وجعل أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته، عملوا فيه إيه؟ أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام. طب دي علاقتها بالسيد المسيح؟ ده طبعا دي كارثة من كوارث التربية. ماشي. والسيد المسيح كان محبوب الآب، شهد عنه الكتاب شهادة واضحة وصريحة في معمودية السيد المسيح لما قال هذا هو ابني، وتكررت مرة تاني في حادثة الايه التجلي نفس الكلام هو الابن الايه، لدرجة انه كمان اللفظ ده على فكرة ما خدوش في تاريخ الكتاب المقدس الا 2 بالعدد، لفظ ايه؟ محبوب. دانيال، برافو عليك. والسيد المسيح، دانيال ده قصة تانية خالص. يعني احنا لو خدنا درسنا دانيال، يا لا لا ده حتة تانية خالص برضو جبارة. والمسيح قال عنه لمجد نعمته التي أنعم بها علينا، ربنا أنعم بمجد نعمته في المسيح، بس ما قالش المسيح، قال في الإيه؟ قال هو المحبوب، ابن الإيه؟ المحبوب. طيب تاني الوظيفة المشتركة، ودي موجودة عند ناس كتير، رعي الغنم. دي نقطة مهمة جدا، موجودة عند موسى، موجودة عند داود، موجودة عند ناس كتيرة. يوسف كان بيقوم بالموضوع ده؟ أيوة، كان لما كان عنده 17 سنة كان بيرعى مع إخواته الغنم وهو غلام عند بني إيه؟ بلها وبني زلفة امرأتي إيه؟ أبيه. واخدين بالكم؟ لا، زي ما كان راعي كان السيد المسيح الراعي الصالح اللي رعانا بصلاحه وجوده وحكمته الإيه؟ كان بيرعى الغنم مع اخوه زي ما المسيح اشترك في رعاية اولاده. بس المسيح كمان بقى ما استأثرش بالرعاية، اقام راعي، واقام الرجل ده واخدين بالكم راعي، واقام كل خادم فيكم ماسك مجموعة معينة في رقبته راعي. بالظبط كده. فشوفوا العظمة، مسيح اعظم، احنا بنشترك في العمل ايه؟ الرعوي. ويمكن أنا ما هتلاقي فيها ناس كتير جدا زي ما قلت لإيه لحضراتكم، وبالذات بصراحة أكتر ناس أنا بركز عليهم داود. ليه؟ حرفة راعي الغنم دي بتدي صاحبها صفات جميلة جدا. برافو عليك، صبر وطولة البال الاحتمال، وإنه يعرف كل خروف بإسمه، وكل خروف له عنده علامة معينة. في إعدادي كنت بربي حمام عندي في البيت، كنت مسمي، كان عندي 3 حمامات، كنت مسميهم كل واحدة باسم، واخدين بالكم؟ والصبح لازم أصبح عليهم، وقبل ما أنام لازم مش عارف حاجات بنفس المنظر ده. فدي فكرة الرعي دي بتدي البني آدم اتجاهات جميلة جدا في الصفات اللي بيحتاجها للخدمة. مش طبعا أجمل الصالح اللي جه في يوحنا 10. طيب القميص الملون، يوسف كان لابس قميص إيه؟ القميص ده له علاقة بالمسيح؟ ها ها لا، هل لما انا بقول ان يوسف كان لابس قميص ملون دي كانت فيها حاجة بتشاور للمسيح؟ هو القميص كان المسيح كان لابس قميص ملون؟ ها ها فيها القميص بتاع يوسف، ما كناش نعرف ده الناس. طيب مش هحيركم اكتر. ماشي ماشي، فين القميص اللي لبسه المسيح كان عبارة عن ايه؟ كنيسته.
كنيسته مش احنا جسده. هو بيلبس القميص على ايه؟ بيلبسه على الراس، بيلبسه على الايه؟ على الجسد. طيب وايه علاقه الالوان بالكلام ده؟ اختلاف ايه؟ اختلاف المواهب. في حد كاهن، في حد خادم، في حد مدبر، في حد فراش كنيسة، دي مواهب. في واحد تجيبه في حتة معينة شاطر، وأنواع مواهب كتيرة، ولكن الروح ماله واحد، روح القدس واحد. دي صوتها جميل في الترانيم، دي مش عارف شطرة، مش عارف في الافتقاد. انتوا فاهمين انا اقصد ايه؟ فالقميص الملون بتاع المسيح هو عبارة عن كنيسته، والالوان دي عبارة عن مواهب مواهب مواهب، الروح القدس هو اللي بيعطيها. خلينا يعني ناخد كده شرط، سيب لكم الباوربوينت عشان ما يحصلش يعني تقريبا البتاع ده شطب. لا مش مهمكش، مهمكش. لا خلاص انا بس اقوم باللابتوب اشتغل عليه على طول. لا لا خلاص لفهولي بس نقدر نجيبه هنا، اكون شاكر افضلك. طيب كده ولو انها تحرم من رؤية الناس اللي ورا العمود. مش لا اوكي لا بتاع طويل، صدقني دي حاجة عظمة. هات البتاع دي هنا كده، شيل دي بعد اذنك، شيل دي، شيل دي 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 ماشي. ايوه اشكرك. ترابيزة ترابيزة، لا لا دي 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 دي، معلش معلش عملت قلق عليا انا. يبارك حياتك. نكمل، يلا نكمل. كلمة صعبة قوي، ابغضوه. ما احنا لسه قاريينها، لما شافوا ان ابوهم حبوا اكتر منهم عملوا ايه؟ ولم يستطيعوا ان يكلموا ايه؟ بسلام. ويبان قوي، واخد بالك؟ انت مالك متغير معاه كده ليه في الكلام؟ مش بتبان؟ واحنا فينا عيب خطير جدا. اقول لكم بصراحه، انا عديت على ابونا صبحت عليه الصبح، ابونا قال لي اهلا وسهلا، انا مشيت. هو ابونا ماله متغير معايا ليه؟ هو انا عملت ايه؟ ابونا ما تروح تسأله، هيقول لك معلش حقك عليا من البخ لو خدتش بالي. الشفافية لما مش موجودة خلاص بتحصل، وتشيل الناس من بعضها. حد منكم زعل من حد خليك ناصحه، قول له وما زعلتك في حاجة ماشي، لما يكلمه بالسلام طلع لي سبب يخلي اخوان يوسف يكرهه. مفيش مفيش سبب حقيقي، مفيش سبب حقيقي. المشكله هل يوسف نفسه عمل معاهم حاجه وحشه؟ لا، ما انا بشاور على مين؟ ما انت مش واخد بالك، انا بشاور على المسيح. وطلع لي غلطه واحده المسيح عمل بيها حاجه وحشه مع الناس اللي قالوا اصلبه اصلبه، مش هتلاقي، بل على العكس. اتفضل. ايه نمام ده مرة، ولما ابوه قال له عليها واخد بالك فهم اللي فيها. طفل على فكرة الاطفال بتعمل كده، كان ساعتها صغنن برضو مهما كان، لما ابونا قال له عليها عمل فيها ايه؟ واخدين بالكم؟ قال له لا تقولش هذا الكلام، كان اتى بنميمتهم الرديئة. انا فاهم هذا الكلام، لكن اتفقنا ان احنا مفيش تطابق بنسبة ايه؟ تفهمين؟ لكن المسيح مفيش غلطة يا ناس. ده يقول لك ايه؟ بص، المسيح اتقال عنه انظر الى اعدائي لانهم قد كثروا وبغضا ظلما ابغضوني. انا ما استاهلش اللي عملوه معايا. يقول لك بكلام بغض احاطوا بي وقتلوني بلا سبب، بدل محبتي يخاصمونني، اما انا فصلا وضعوا علي شرا بدل خيرا وبغضا بدل حبي. وفي مزمور 35 يقول لك سبب أخفوا لي هوة شبكتهم
بلا سبب حفروا لنفسي. طب انا عملت لكم ايه؟ ولا حاجه. لو حد عايز يتكلم روح كلم ابوهم اللي عمل الغلطه البشعه دي في التربيه، قولوا له انت ليه بتفضل الولد ده عننا؟ يمكن ساعتها يعقوب يفوق. على فكره يعقوب حصل معاه زي ما حصل هو زي ما هو عمل مع ابنه. برافو عليك بتاع ماما، اخطيت في الكلمه يعني. وعيسو كان بتاع مين؟ كان بتاع بابا. كان البيت ده ماله؟ للاسف عندنا اخطاء التربيه دي لو خدنا عنها مثلا مجموعه محاضرات، دي قصه لوحدها تنفع مؤتمر. ارساليه يوسف لاخته علاقتها بالمسيح ايه؟ برافو عليكم. دايما السيد المسيح كان يقول الاب ايه؟ ارسلني. ودي نقطه مهمه جدا. لما ارسل يعقوب يوسف ابنه قال له اذهب انظر سلامه اخوتك وسلامه الغنم ورد لي ايه؟ خبرا. دي اشاره الى التجسد. ارساليه الاب السماوي لابنه الوحيد عشان يفتقد سلامنا احنا اللي بوظنا بسبب الايه؟ الخطية. فقدنا هذا السلام، وقفنا عاجزين عن نحل المشكلة بتاعتنا. دي إشارة واضحة للتجسد زي ما علمنا القديس بولس الرسول، لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الإيه؟ الناموس. وبعد ما يتمم خلاصنا هيرجع يدي خبر لمين؟ لله الآب، يقول له قد أكمل. خلاص كده كله تمام التمام. إيه تاني؟ أول ما شافوه عملوا إيه؟ خلعوا عنه القميص الملون وأخذوه وطرحوه في البئر، وأما البئر فكانت فارغة ليست فيها ماء. دي اللي حصل مع المسيح بالنص زي ما حضركم حدكم قالوا هنا، واخدين بالكم؟ زي ما المسيح خلعوا عنه الرداء، لكن في حاجة أعمق من كده. المسيح في موته خلع الجسد ونزل إلى الجحيم بروحه الإنسانية المتحدة بلاهوته بدون الجسد. الجسد كان فين؟ وكان ايضا متحد بالايه؟ عشان كده فسادا. برافو عليكم. كلمه من كلمات القداس الاله الاسم الجميله على ازاي عروه، يقول كده في الاسم بتاعت ايها الابن الوحيد، كلم عن المسيح ويقول وصعد الى الصليب عريانا ليكسونا بثوب بره، وفتح بالحرب لكي ندخل اليه ونسكن في عرش نعمته، ولكي يسيل الدم من جسده عشان يحصل ايه؟ نغتسل من ايه؟ من اثامنا. العقيده والكتاب المقدس موجود في القداس الالهي او في الليتورجيه عامه بطريقه يعني رائعه. ما ابخس الثمن اللي اتباع مهمين؟ ها؟ في فرق طبعا، ده ب 20 من الفضه وده 30 من الفضه، ده بس الانفليشن ريتس، واخدين بالكم معدل التضخم يعني الفرق بين الزمن ده والزمن ده، لكن ده تمن العبد وده تمن العبد. برافو عليك. يا خساره، حاجه تكسف. اما المسيح طبعا هو بايه؟ ب30 من الفضه، تمن العبد في عصر مين؟ السيد المسيح. القميص اللي مليان دم، واحده من حضراتكم هنا فكرتني باشعيه لما اتكلم على، فاكرين؟ ما بال لباسك محمرة. واحد لابس أحمر، هو ما كانش لون اللباس أحمر، ده اللبس كان ماله؟ الحتة دي متاخدة منين؟ متاخدة من شغل بتاع شعب بني إسرائيل زمان. كان عندهم أشغال كتيرة جدا، منها حتة زراعة العنب، وكان المكان اللي بيزرعوا فيه تكعيبة العنب الكرم كانوا يعملوا معصرة. وعصر العنب زمان كان الناس تغسل رجليها كويس جدا، والحوض اللي موجود في العنب وتقعد ايه؟ تدهس عليه. فاللحظه دي ممكن يتنطر ايه؟ والعنب الاحمر يقوم ملطخ الايه؟ الجلابيه يبقى كلها بالايه؟ بالاحمر. فده كان منظر المسيح وهو داخل على الصليب. مالك كلك احمر كده ليه؟ واخدين بالكم؟ اخذوا قميص يوسف وغمسوا القميص في الدم. دي إشارة إلى جسد المسيح اللي كان مليان دم على عود الصليب، وأيضا إشارة إلى أن الكنيسة مصطبغة بدم المسيح في سر المعمودية وفي الإفخارستية، مش إحنا أعضاء المسيح؟ لدرجة أنه اتقال في كلمة في سفر رؤيا مش عايزين نعديها، يقول لك إيه؟ هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا. السين هنا عليها شدة، فلازم تشدها وانت بتنطقها.
لو الشدة مش موجودة تبقى غسلوا. نقطة ده مهمة جدا. اخواتنا الشمامسة ربنا يسترها عليكم، وبيضوا ثيابهم في ايه؟ في دم الخروف. بالذمة حاجة بلاش فضايح، بلاش فضايح. ابو غلامسيس والقراءات بتاعت القداس عامة، انا بقول له اتسابونا اهو، انا اخري في الكنيسة بتاعتي الرجم واخدين بالكم بالجزم، يعني بسبب ان انا عمال بعدل على الشمامسة. المهم ماشي، انا نيتي صح ما فيهاش غلط، يعني لما عاد في ناس ما بيقبلوش، انا اسف في اللفظ، انا اسف في اللفظ من كبريائهم، ما تكسفنيش قدام الناس. طب ما يا اخويا تقرا بالليل قبل ما تيجي، واخد بالك، اقرا القرايات، راجع فيها. في عندنا حاجه اسمها الانجيل المسموع، او حد يروح يقول الكلام ده في كنيستي هناك. انت هتودوني في داهيه على ربنا. ماشي، قميص ابني. ده أول ما يعقوب شاف القميص قال إيه؟ قميص ابني، وحش رضيء افترسه، افترس يوسف افتراسا. ده كان إشارة إلى صعود جسد المسيح إلى يمين الآب وهو فيه الجراحات بتاعة الصليب. على فكرة ده أجمل مشهد ممكن تشوفه. بيحكوا عن أم بتحب بنتها محبة غير عادية. الأم دي كان عندها مشكلة إن ريحتها حرق كبير جدا وكان شكلها مش حلو. فالبنت كانت بتتكسف من شكل أمها، ولما يجي لها حد يقول لها ماما ما تطلعيش من الزملاء بتوعها في الكلية، أو البسي حاجة تغطي الإيه؟ الحرق، بس الحرق كان وصل لغاية الإيه؟ الإيدين. فالأم صعبت عليها نفسها. ليه يا بنتي بتستعري من أمك؟ اللي أنتِ ما تعرفوش إنه الحرق ده كانت حريقة. وانت كنت طفلة صغننة وانا خدتك في حضني وكنت بكافح النيران عشانك لما ايدي كلها اتحرقت. البنت مفروض تعمل ايه في ايد امها المحروقة؟ تبوسها. برافو برافو. يبقى تشوف قميص ملون محترم جميل على طول الشكل السرية، خوف قائم كأنه ايه؟ مذبوح، موجود فيه علامات الام وعلامات المجد في نفسه. صليب مزفة اللي بتعملوه هنا، هات وريكم حاجة كده، وسائل إيضاح بسيطة ممكن تستخدموها مع الولاد. القميص الأسفل الصليب اللي بيتعمل بيه الزفة اللي كان موجود في أسبوع الألام وموجود في القيامة، هو نفس الصليب على فكرة. الوش بتاعه عليه المسيح مصلوب، يعني الجمعة العظيمة مصلوب في الكنيسة كلها. نعمل ايه؟ المسيح القائم من بين الاموات. والاثنين هبصوا، ده المسيح المصلوب. اقلب يا حبيبي، لا يبقى ده مش طقس بقى، ظبطوه وتسابونا. المفروض يبقى عليه واحد قيامه واحد عليه المسيح الايه؟ المصلوب. والاثنين وجهان لعمله ايه؟ واحده. وصلت؟ ماشي. يوسف يباع عبد، ده حصل. طب هل المسيح كان عبد؟ مين اللي يرفع ايده ويرفع ويناقشني؟ اتفضلي. ها؟ هل فعلا كان عبد ومارس ممارسات العبيد؟ اتفضل. ها؟ خادم لكن ما كانش عبد. تمام. كمليها بقى عشان تاخدي الهدية. برافو عليك. دي هاي ورا هي. بالمكسرات نهار اسود. طب قول لابونا سؤال وانا اشوف الموضوع رز بلبن ده. لا عبد. طب استريح. ماشي. طب من الذكاء انك تسمع اللي قدامك. اسمعني يمكن تلاقي حاجه. طيب ان المسيح مارس العمل الذي كان يفعله مش العبيد، عبد العبيد. عبد العبيد اللفظ ده اطلق على حفيد نوح
لما نوح سكر وتعرى وجه واد من الولاد وكان معاه ابنه سعيد اسمه كنعان، اللي كان مع كنعان، فشافوا منظر ابوهم وهم عريان، شافوا العوره بتاعته واتريقوا عليه. اخواته الاثنين ما عملوش كده، جم شايلين حته قماش وجم بظهرهم راحوا مغطين ابوهم العريان. فان دي ناس محترمه، البركه بتاعتهم كانت عظيمه. حام ما قدرش نوح لما فاق لعن مين؟ قال عليه عبد العبيد يكون لاخوته. يعني ايه عبد ويعني ايه عبد العبيد؟ العبد اللي هو بيعمل الاعمال في المنزل، عبد العبيد اللي هو بيخدم العبيد، اللي بيعمل احقر الامور الموجوده في البيت، ده اللي كان بيغسل الرجلين، ده اللي كان بيقف بالهدوم الملابس الداخليه الجزء الداخلي، ده اللي كان بيبقى في ايده الفوطه واخدين بالكم والميه، وده اللي كان بينحني عند الارجل يغسل اقدام كل الزائرين اللي جايين البيت. المسيح تمم هذا الطقس. ليه قيل عن السيد المسيح انه عبد؟ عشان لما يبقى في عبيد، خد بالك من الكلام، يقولوا انت خلصت كل الناس لكن انت ما شعرتش بشعورنا، يقول لهم لا، ده انا عملت اللي ما يمكن انسان يتخيله، ان كنت انا السيد والمعلم قد فعلت بكم هكذا، ينبغي ان انتم تعملوا ايه هذا الكلام. اخلاء السيد المسيح لذاته وصل الى اقل درجة ممكن تبقى موجودة عند البشر، عشان لما يخلص يخلص الايه الكل، ومفيش حد يجي ويقول انت ما حسيتش بالالم اللي انا بحس بيه، او بمشاعر اقل الناس اللي ممكن يبقوا موجودين في الدنيا. وصلت؟ طيب انا سايب لكم الايه الفيديو. اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. وادي المشهد اللي انا بكلم حضراتكم عليه، غسيل الايه الارجل. ونقول كده، لأنك لما أردت أن تخلصني لم ترسل لي ملاكا ولا رئيس ملائكة ولا كاروبيم ولا نبيا، بل أنت وحدك نزلت من حضن أبيك إلى بطن البتول وصرت كحقير. والعبيد بيبقوا محتقرين. ومشيت على الأرض كإنسان، وهذا هو العجب في اتضاعك. وصلت؟ طيب انا مش عايز اطول عليكم، هاخد كم 5 دقايق وخلاص على كده. انا مش عايز زي انا اطول عليكم، ماشي ناخد معانا 10 دقايق. هو ذا الثوب خديه ان قلبي ليس فيه. ده القصيده بتاعت سيدنا الايه البابا يوسف. لو حتى دي خديها، زي ما هرب يوسف من زوجة فوطيفار وترك ثيابه في يدها، كذلك خرج المسيح من القبر تاركا الأكفان في يد الايه القبر. كانت زوجة فوطيفار قبر من الشهوات النتنة، وانتصر يوسف عليها تماما كما انتصر السيد المسيح على الموت وخرج منه ظافرا به في الصليب. القصيدة دي من القصائد الرائعة جدا. تقول لنا الحاجات دي يا شنودة، الحاجات الجميلة الحلوة دي، واخد بالك؟ تعيش يا حبيبي، ربنا يحافظ عليك. فاكرين السقة والخباز بتوع الملك؟ فاكرين؟ ودول إشارة واضحة جدا إلى الاتنين اللي كانوا على الصلبان جنب السيد المسيح، واحد نجا وواحد هلك، واخدين بالكم؟ وكان ده بطبعا تفسير الأحلام اللي يوسف كان عملها. ماشي، مقابلة يوسف مع فرعون، هنا بقى صحصحوا لي قوي. عينيا. ما انت طول ما انت بتوزع رز بلبن بالمكسرات لازم يبقوا صاحيين. يا ابونا الابتكارات دي، ده حاجة عظمة يا ربنا. ماشي، بفكرنا اجي كتير. ماشي، ركزوا معايا. ايه بقى قصة مقابلة يوسف مع فرعون؟ لما حصل ان فرعون حلم الأحلام بتاعتنا، فالسقة ساعتها افتكر، قال له يا نهار ابيض، ده انا بقى نسيت خالص اقول لك ان في حد
هو اللي فسر لي الأحلام، هو اللي قال لي أنت هترجع في مكانك تاني وساعتها افتكرني. قال له يعني يقدر؟ قال له ما هو اللي قاله اتحقق. فراحوا بعته يجيب يوسف. يجيب يوسف بعبله كده؟ لا لا، ده دخل على مين؟ على الرئيس، على الملك. لازم يجرى له ايه؟ حلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون. الآباء شافوا الحتة دي عجبتهم قوي وشافوا فيها المسيح. لما إبدال الثياب إشارة إلى الجسد الممجد اللي خده المسيح بالقيامة، وإشارة أيضا إلى إن نزع عنه عار الخطية وذل سجن الشيطان. وفي حياتنا الروحية بيرمز ده لما البني آدم بيتعمد إنه خلع الإنسان العتيق مع كل بقى الأعمال المظلمة والشهوات اللي إيه الرديئة. الآباء دول كانوا بيشوفوا حاجات جميلة قوي، وإحنا عشان نوصل للفكر ده لازم نقرأ الكلام ده. طبعا أنتوا قريته لما قلت بس في الكلية. ماشي، أنا بقف قدام الآية دي وبضرب تعظيم سلام. فرعون الوثني يقول على شاب عبراني جاي من السجن، هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ الرجل الوثني بيقول روح الله وبيتكلم على حكمة يوسف. انتوا عارفين قال الكلمة دي امتى؟ لما فسر له الأحلام وقال له يحل ازاي المشكلة. نقي حد كويس يشيل لك خمس الغلة في السبع سنين اللي فيها الشبع، لغاية ما تيجي الايه السبع سنين اللي فيها الجوع يبتدي يطلع من المخزون. طب واحد فسر له الأحلام وواحد اداله الروشتة بتاعت الحل، هو لاقي حد أحسن من ده؟ ما عارف الموجودين الباقيين حواليه، واخد بالكم؟ طبعا عندنا أعلم الله كل هذا ليس بصير وحكيم مثلك. وعلاقة بالسيد المسيح الكلام ده، ده بيشير إلى إيمان الأمم بلاهوت المسيح. لما اليهود رفضوه زي ما اخوات يوسف رفضوه، واخدين بالكم؟ الامم قبلوه، الى خاصته جاءوا وخاصتهم تقبلوا. اما الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا. تخيل الرجل الامم يخلع الخاتم ويلبسه في ايد مين؟ يوسف، ويلبسه ثياب بوص. ايه ثياب البوص دي؟ كتان، والكتان لونه ايه؟ ابيض. يا سلام، اشارات جباره. ويحط طوق الذهب في عنقه، مش اي حد بجد، كلها واخدين بالكم؟ بالمقارنه باللي عملوه مع 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 يوسف لما خلع عنه القميص الملون واهنوه، ده بيرمز الى رفض اليهود لملك المسيح عليهم، بينما الامم قبلوه وملكناه على قلوبنا كمان. صفنات فعنيح، لا مراته اسمها اسينات، وده الاسم اللي خده يوسف لما فعلا ناخدها مع بعض. دعا فرعون اسم يوسف صفنات فعنيح، وده موجودة في تكوين 41. بعض العلماء قالوا ان الاسم ده اصل عبري، البعض قال كده، ومعناه مخلص العالم او معلن الاسرار. فريق تاني من مفسرين الكتاب المقدس قالوا دي اصلها مصري ومعناها قوت الحياة. تجيبها كده تجيبها كده، دي متفصلة على المسيح بالايه؟ إن كان مخلص العالم أو معلن الأسرار أو قوت الحياة. ده هو اللي قال على نفسه، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة إلى العالم، زي ما احنا بنصلي في أثناء التوزيع لحن بيقول في نفس الكلام. يوسف يتزوج بأممية. أسنات دي يعني أنا مشتاق إن أنا أشوفها. في عندي بعض الشخصيات كده للستات الموجودين في العهد القديم بابرة، زي مين؟ مرات موسى، صفورة أبيجال، دي قصة دي لوحدها قصة. زي أسنات، زي مين تاني؟ رعوس، برافو عليك. زي مين تاني؟ أستير. في عندنا يعني أنا نفسي أنتوا تفتخروا بأن أنتوا سيدات، وأنتوا ليكم كبير قوي في الخدمة وفي بيتك. ما هي أبيجال موت نبال، نبال الأحمق، أنا أسف في الكلمة يعني، بس الكتاب اللي قال عليك أسناد بقى يعني كان حاجة مصري، حتة مصري يعني، واخدين بالكم؟ مش عبراني. يوسف اتجوز كام واحدة؟ هي واحدة بس. مين تاني في العهد القديم اتجوز واحدة بس؟ آدم، برافو عليك. مين تاني؟ إسحاق، برافو. إسحاق
آدم ده الأصل، وإسحاق ويوسف ماشيين على نفس النظام اللي هو قاله السيد المسيح، إن لكل رجل ليه امرأة واحدة فقط لا غير، لكن الباقيين بقى إيه؟ كانت نفسهم حلوة، ماشي. مش كده برضو؟ كنا في الكلية كنا بنقعد نهزر في الحاجات اللي زي دي، بقول لهم إنه إخوات يوسف مريم وهارون تقولوا عليه بتزوج مرأة كوشية. كنت بقول لهم الراجل نفسه في الشوكولاتة، أنتوا مالكم؟ ماشي. تزوج يوسف من أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون، ده إشارة إلى اقتران المسيح بالإيه؟ بالأمم. واخدين بالكم؟ دي نقطة مهمة. تركت أسنات عبادة أبائها لتدخل في عبادة الله الحقيقي إله يوسف زوجها، ده بالتقليد اليهودي، زي ما الأمم تركوا العبادات الوثنية ودخلوا في الإيه؟ الإيمان بإله السماء ربنا يسوع المسيح. زي ما جاء إخوة يوسف إلى مصر وسجدوا له، مثلما آمن الآباء بالرسل وسجد له من بعد القيامة المقدسة، دي ماشية مع الإيه؟ لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض. مين بتوع تحت الأرض؟ الشياطين بين عنكم. إيه؟ اللي هم الشياطين موجودين تحت الأرض. لقاء يوسف بإخوته ده بقى لقاء جبار. شافوه خافوا أول ما كشف لهم عن شخصيته، اترعبوا. ليه بقى؟ في حساب قديم، في حساب قديم ده، خد بالك ده حساب قديم وفي حتة فيها فرق. يوسف في موقع بكتير واللي هيؤمر بيه هيتم، فطبعا ليهم حق يترعبوا وافتكروا الرئيسة بتاعتهم. مين اللي حبت في السجن؟ تذكرت. برافو عليك يا شمعون. شمعون ده كان بتاع بلاوي على فكرة، مع ان شمعون دي معناها ايه؟ برافو برافو. لما خلفته امه قالت ربنا اسمع لي، فعشان كده سميته ايه؟ السين والشين في العبري. واخدين بالكم؟ قريبين من بعض يعني. ده المنظر بخوف الناس المسيح لما يجي في مكان تاني، يقول لك هو زيأتي مع السحاب وتنظر كل عين والذين طعنوا وينوح عليه جميع قبائل. هو ده اللي احنا كنا بنقول عليه، يقول لك كنا ربنا نقول لهم استغفر الله، ده ممكن العلامة اللي احنا كنا بنقول عليها علامة الذل والمهانة، هذه تبقى تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. والآباء بيقولوا هذا الكلام. تفضل تفضل. تمام، اشكرك، برافو عليك برافو عليك. ما احنا قلناها قبل، ماشي بالضبط. غفر يوسف الصديق، المسيح نفذها عملي على الصليب كمان. يعني يوسف غفر بعد ما الحدث خلص، وبعد ما أصبح عنده مجد يقدر يساعده أنه يغفر. المسيح غفر في عمق التجربة. طبعا دي كانت حاجة كبيرة جدا. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، ما علمناش حاجة هو ما عملهاش، لا هو عملها. في النهاية أنا بقول ليوسف كده، طباك طباك يا يوسف العفيف، كنت ظل واضح للسيد المسيح في العهد القديم في محبتك لإخواتك بالرغم من قساوة قلوبهم، في احتمالك الآلام اللي جات ورا بعض، في صمتك أمام التهم اللي اتهموك بيها وإنت بريء تماما منها. كنت سبب بركة لشعبك وللمصريين وللعالم، خلاص اللي تممها الرب يسوع المسيح لما قلت جملة واحدة، أنتم قصدتم لي شرا أما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا. والجملة دي هي ملخص قضية الخلاص بالكامل، لأن الشيطان قصد مع آدم وحواء. مين اللي حول الشر ده إلى الخلاص؟ حولت هذا الشر إلى خلاص، زي ما احنا بنقول في القداس الإلهي، حولت لي العقوبة خلاصا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. لو حد يحب يسأل أنا تحت أمركم. الحمد لله أبونا فيش أسئلة. نعم. لا لا خلينا.
لقد تعزينا تعزية ليست بقليلة.